بدايه اخبارنا كالعاده مع نادينا الزمالك، وبدايه اخبارنا من عند الفريق الاول اللي هيستأنف تدريبته النهارده على ملعب النادي الساعه 6:30 مساء، استعدادا طبعا للقاء طلائع الجيش مسابقه الدوري. جمز المدير الفني منح الفريق راحه من التدريبات امبارح الاثنين بعد الفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مسابقه الدوري الممتاز. فريقنا هيواجه طلائع الجيش يوم الخميس في المباراه المؤجله من الجوله 16 لمسابقه الدوري الممتاز. طبعا كل التوفيق للزمالك في المرحله اللي جايه، خاصه ان زي ما قلت لحضراتكم ان مباراه طلائع الجيش هتبقى مباراه حتى ولو فريق طلائع الجيش نتائجه سلبيه في الاونه الاخيره، بس ده هيزيد من صعوبه المباراه، مش هيسهلها زي ما البعض ممكن يعتقد او زي ما البعض ممكن يفتكر، لان زي ما كل فريق عنده دوافع وكل فريق عنده رغبته ان هو يكسب، وانت كمان محتاج انك انت فعلا زي ما قال جوميز تزود من سلسله انتصاراتك، محتاج انك انت تحقق انتصارات متتاليه. عندك عقبات، عندك عقبات، ولكن انا كنت بشوف ان جوميز مر بالعقبات دي كتير وقدر ان هو يتخطاها او يعدي منها كتير جدا في مواقف كتير زي كده. قرابها كان في الكونفدراليه وكنا بنعدي بمواقف اصعب من كده بكتير، ومع ذلك قدرنا ان احنا قدر الزمالك وقتها ان هو يتوج بالكونفدراليه الافريقيه، فان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يحقق 3 نقاط زي ما قدر في مباراه الاسماعيلي انه يحقق المنتدى ويخطف 3 نقاط. ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش كمان نقدر ان احنا نحقق 3 نقاط. احنا لسه مكملين مع اخبار الزمالك، و قرر الجهاز الفني للزمالك بقياده مستر جوميز ان هو يضع برنامج تدريبي خاص للاعبين خلال هذه الفتره وهي يومي الثلاث والاربع، استعدادا للقاء طلائع الجيش يوم الخميس الجاي في الدوري. البرنامج اللي وضعه جوميز وكمان معاه الجهاز المعاون هيتم التركيز فيه على الاستشفاء بالنسبه للعيبه لعلاج الارهاق بسبب دي الوقت ما بين ماتش الاسماعيلي الاخير وماتش طلائع الجيش اللي جاي. كمان هيكون في تدريبات تاهيليه وبدنيه خفيفه للاعبين لتجهيزهم بالشكل المنافس، وهيتم كمان تخفيف الحمل البدني منعا لتعرض اي لعيب لاي اصابه عضليه.